في هذه الحلقة سنتعرف على مستقبل التعليم. جاوب على السؤال. لا أعرف الإجابة. ألا توجد طريقة أسهل لتعلم هذه الغاز؟ أراقب مشاكلك مع الفيزياء منذ فترة، وقد طلبت من صديقي محمد في البي بي سي أن يبحث لك عن حل. أنا هنا في مدينة ليستر، وتحديداً مدرسة سوور فالي، وعلى ما يبدو مستقبل التعليم موجود هنا. Raise your hands if you love maths. Well, raise your hands once more if you love playing games. Yeah. كيف يمكن حل هذه المشكلة أو تشجيع التلاميذ على حب ما يدرسونه؟ Yes, I think the problem is. نعم، المشكلة مع التلاميذ اليوم هو حبهم لألعاب الفيديو، فهي موجودة في منازلهم وعند الأصدقاء وفي كل مكان. أما نحن هنا في المدارس فما زلنا نعتمد على النظام التقليدي في التعليم عبر الكتب المقروءة بدلا من استخدام التكنولوجيا المتوفرة لدينا، وهذا ما أردنا فعله، وهو جلب هذه الأجهزة داخل الحصص أملا في تنشيط العملية التعليمية وتحبيبهم في الدراسة. سنبدأ باستخدام جهاز الـ PSP مع خاصية الحقيقة المدمجة ورؤية النظام الشمسي وكأنه أمامنا. فانتاستيك، جميل جدا. هل أنتم جاهزون؟ مارك يقوم الآن بتعريف التلاميذ بما سيقومون به في درس العلوم، إذ يجب عليهم توزيع الشرائط الرمزية أو الباركود على الأرض، حيث يشكلون النظام الشمسي طبقاً للترتيب الفعلي للكواكب. يا شباب، أين نضع كوكب نبتون؟ فكروا، أين المكان الصحيح؟ احترس، فقد ركلت كوكب عطارد. الوقت ينفد، يجب الانتهاء بعد ثواني. بعدها سيعطي مارك كل تلميذ وتلميذة جهاز PSP لتوجيهه نحو الباركود ليحول المعلومات الموجودة عليها إلى فيلم فيديو مليء بالصور المبهرة. كما سيوزع مارك سماعات يستمعون من خلالها إلى شرح واضح عن الكواكب التي يشاهدونها. هذه التقنية تستخدم أيضاً في مختلف الحصص المدرسية كاللغة الإنجليزية مثلاً، وهذه القصة لشارلوك هولمز أحد أشهر المخبرين السريين. أعتقد أنها طريقة جديدة في تعلم العلوم، فلم نقم بمثل هذه الأشياء من قبل ورؤية الحقيقة المدمجة، ولكن الآن نستطيع مشاهدة ما ندرسه والاستماع للمعلومات، مما يجعلنا نتذكرها أكثر. بدلا من النظر في الكتب أستطيع التعلم بشكل أجدد وأجمل. اليوم عرفت أن القمر ترايتوس هو أكبر قمر حول كوكب زحل. استخدام هذه الأجهزة أضاف بعدا جديدا في مساعدتنا على فهم العلوم، لأنها على الطريقة الحديثة والمفضلة لدينا. دائما كنت أعرف أن العلوم لن نراها سوى في الكتب القديمة المملة، لكن الآن أصبحنا نستمتع بدراستها. رأينا كيف يمكن استخدام أجهزة ألعاب الفيديو عبر الرؤية الثانية أو Second Sight في تعلم العلوم بشكل مذهل، ولكن كيف يمكن للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة أيضا؟ معي ريتشارد وهو مدرس أيضا سيعرفنا أكثر. نحن نستخدم هذه التقنية الجديدة التي تمنح التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة إمكانية اللعب بالتساوي مع أي تلميذ آخر بشكل ترفيهي ورائع. وأفضل طريقة للتأكد من هذا هو أن نجرب بأنفسنا.
بلاي ستيشن موف هو وحدة تحكم عن بعد تستخدم في كل الألعاب الجديدة للبي اس 3، وهو يعمل عن طريق هذه العصا والتي تحتوي على أجهزة استشعار تنقل أي حركة تقوم بها إلى داخل اللعبة عن طريق هذه الكاميرا التي تلاحق أي ضربة تؤدي إلى الفوز. اللعب في الحصص المدرسية كان حلما بالنسبة لي، ولكن ربما بعد اليوم سنرى الغرف المدرسية تتحول إلى جبال أو أنهار إذا كنت في حصة الجغرافيا، أو قاعدة صواريخ لحصة العلوم.